بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بفضل الله ومنه أتممنا بالأمس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم بإذن الله تعالى نأخذ صفة الوضوء والاغتسال والتيمم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي فضل الله سبحانه وتعالى حالي وحي نصور نميني قابك النبي محمد تكنجر عليه الصلاة والسلام حدنا وحان قد قلت دونا قابك ويسقاتك إيو قبيسك إيو قبيسك. من يعرف شروط الوضوء؟ يا قرنية شروط ويسقاتك شروط الوضوء يا قرنية شروط ويسقاتك نعم تعرف؟ نعم. الأول الإسلام. مركب وجه الرئيس هو إسلامي ماذا؟ فلو توضأ الكافر وضوء باطل. هذو قال هو يسقاط هو يسقاط كيس حين غني سباطل. والثاني العقل، فلو توضأ المجنون فوضوء باطل والسكران من باب أولى. قف كل شرد قال باط وينو قف كل يهي مير ما إنه لا يهي هذا ما الله إنه هو لا يهي ويسقاط كيس ما صحيح. الثالث التمييز أي التفريق بين الأشياء. نعم، فإذا توضأ المميز فوضوءه صحيح. مدة سد هذا وحويان إنه الروح وحكى لسوعي كرو هذو الروح وأشياء ذكى لسوعي كرو ويسقاط كيس هو صح. ثم النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. كذب وحاقو حجا النية ذا النية ذا بوس كذونا وقلبك أفكى إن لغدا واقعي وبدعة. نعم، واستصحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني لابد أن تكون النية من أول الوضوء إلى آخر الوضوء، يعني لا ينوي قطع الوضوء، يعني قطع النية في وسط الوضوء. نعم، نية ذبح الله إيمانية مركب ويسقات بلابة الله إيمانية طهارة أول كذا إلى أي طهارة قدمات. نعم، انقطاع موجب الوضوء، لابد أن ينقطع موجب الوضوء، يعني لا يأتي بناقض من نواقض الوضوء وهو يتوضأ. شرط قال وحي ويان وينو مشى كبحا وحي ويسد بريني. يعني مثلا هل يصح أن يتوضأ وهو يخرج منه ريح؟ لا، ينتظر حتى ينتهي هذا الناقض وهو خروج الريح مثلا هنا، ثم بعد هذا يتوضأ. نعم، صورة قال متى هي يدو أي ريح كصعوته إنو هو ويسقاذن كرم ويسد وصعون كرتهاي وميا إلا يروح ذو كردما، يعني الريح لأن لا يعفن والريح حق الدم كتما إلا يكردما تو مو يستغاذن كرو. وإذا كان هذا الناقض موجب للاستنجاء، يعني استعمال الماء أو الاستجمار استعمال الحجارة، لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. نعم، ناقض كان لقوي يستغاذن يهدي ويهي متك يرى بمعنى استجاء بهان وكلا وكلية سحر ذيك هذا وكلا وحا خصب أما بيد إن ليس قدقه أما إن دقح يوحي بوسك ذلك. نعم، خروج مثلا البول والغائط إذا انتهى من البول والغائط لا يستطيع التوضع حتى يستعمل الماء أو الحجارة أو المناديل. نعم، هذه كسوة كتما دو سحرية كاذي وحا خصب إنه استجوده أما أبيه استعماله أما دقحان استعماله أما تيشك يوحي بوسك ذلك. نعم، وكذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني مثلا على أحد أعضاء الوضوء شيء من اطلاء الجدران أو المرأة تضع على أظافرها هذا ما يسمى عندنا بالمناكير، لابد إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. نعم، وحاقصب وحالا وحا شركة كهر استاغي كرا بيها إني قاران وإن لزوليو وحي شركة سارا مثال العصو قاضي دمرك وحي عديها مرصدان يوم أنا كير بيو يقنان عديها مرصدان وإن لزوليا سيتشركوا بيه وقاره. نعم، وكذلك طهورية الماء وإباحته، يعني لا يصح أن يتوضأ بماء نجس أو بماء مسروق. نعم، سيدا سوق لوحا شردي إن يطاهرين بها لغو ويسقاذن أيوه بيه النجاسة يبيه لصوحة دي لغم ويسيستو. نعم، فروض الوضوء ويسقاذك فرضية ديسة أم واجبات كيسة؟ ما هي فروض الوضوء؟ ما هي تاهي فرضية ويسقاطك؟ تعرف؟ نعم، ستة وهي
الوجه مع المضمضة والاستنشاق، غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. شروط ويسقاط قوالح وحوقه الرياء سلو شيق لي هي نقمدا وجهك يدو إلى صعته سندارسك يلغلغ يدا. نعم، وغسل اليدين مع المرفقين. قعمها إن لدقو إلى لغاقار حصولها. ومسح الرأس مع الأذنين. مدح إن لمسحه يدو أيديكوها إلى صعدان. وغسل الرجلين مع الكعبين. لغاهنا إن لدقو إلى أنقويدا. والترتيب لابد أن يرتب. وإني كله الريان سدى شرعه كله الرئيسي سندبا. والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، يعني لابد أن يكون الوضوء عبادة واحدة متصلة لا منفصلة. وإن ويسقاط قوض الصعضة أو الروح أوسن كالقوينين، يعني الآن بعد أن غسل الوجه أراد أن يغسل اليد اليمنى مثلا دق الجوال وأخذ يتكلم 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 5 دقائق ثم أراد أن يكمل هذا الوضوء، نقول لا، هذه عبادة غير متصلة، أصبحت منفصلة الآن. نعم، مثال هان قفك وجهك ودقي كدبنا تليفونك أصوى دعي تليفونك يبقوها الله إلى 10 دقائق أوكله هذا نوحو دمعين وقعمها دقيتها صورة قل ماءها. نعم، نواقض الوضوء وحيابها ويسد بورية. نعم، من يعرف؟ الذي لا يعرف نواقض الوضوء قد يكون وضوء باطل وهو لا يدري. قفك عن قرنينين ويشد وحباها بورية هذا ويشد سوا وكبر زدان وقرنين وحبرنية. مهم جدا أن نعلم مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء. نعم، وحمه ما إني نبرنو ونقانو محاو ويشد بورية يمحا صلاة كاتبية وبرنية. نعم، الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل أو الدبر مطلقا. وحاوه الرياء وحكى صوبحا خر يا قذال بمعنى دبر كي يفرجي وحكى صوبحا أي وشدة برية. البول كاذبة، الغائط سحردة، الريح أرطة، الديدان دحرقة، حصى قرورحة أمر الحير، دم ديق مذي مديدة سنتين. مديدة واثقة نبونه شيء إن شاء الله. أو ماني، أما ماني ذات معروف كيشهودة. نعم، أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء. وحكست والله ماذا جد كسوة بحياة ويشد وابريا حيض نفاس ديقة حيض كأي ديقة دلمضة. نعم، الثاني زوال العقل. مد الله بذح وي عقل الروح إنه زوله أو الروح واشه بنوم عفوا يعني إنه هرداء عقل يكون زوله، يعني يزول عقله بنوم ورد إنه كزوله أو إغماء أما ميردبول أو السكر أما يعني سكران الروح محوها هاي إن وحيابة عبا سكرامية أو مخدر أما وحيابة مسكح دي السماندورية. نعم، فإذا زال العقل يعني لا يدري عن نفسه فهذا معناه أن وضوء باطل. هدو الروح عن عقلي يسا انتقض وضوء، هدو الروح عن عقلي يسا زوله إلا حتى نفتي سبق كلاجرن ويبا تاسوا ناقض قمدا وحيابه ويسد بريا. النوم ليس بناقض للوضوء. هردد الله فأهان تيدو ويسد ما بريسو. لكن هو مظن لخروج الريح لأنه لا يدري عن نفسه، لو خرج منه ريح لا يدري. لكن وامل لقوم رأينا يو إن قفك إسقو مركب عندها سوق قبته إن الريح كتم هذا. فإذا كان يشعر بنفسه. حدو النفس يسدريمي كرو. غلبه النعاس ويشعر بنفسه. للماء كغالب نقطة لكن وازدريم إياه فوضوء صحيح، وإذا لم يشعر بنفسه حتى ولو كان هذا النعاس لحظة فوضوء باطل. حدي ويسوى للمونة يا وازدريم كرو ويسيدي سوى صح لكن هذا وازدريم كنا ويسيدي بريسا. من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور ويسيدي وحيا بري وحكم إذا هلب كقيرة إن لعنو. فإذا أكل لحم الإبل هلب كقيرة هدي وعنو. نعم، وكذلك الردة لأنها مبطلة لكل الأعمال. سيدا تاسو حلم إذا سيدا سوك لقفك إنه إسلام فكر ردوبو عياذا بالله منها. نعم، إذن الخارج من السبيلين وحكى صوب حلم هذا الشيء وزوال العقل عقلك إنه زوله وأكل لحم الجزور اللي بقى قيل إن لعنه والردة لأنها محبطة لكل إسلام كإن إسلام كإن لقر ردوبو. أما مس المرأة مس الفرج تغسيل الميت هذا ليس من نواقض الوضوء. هوين إذا تابش هذا إذا نقمذا ميتك والثالث
مس المرأة وين إذا تابش هذا ومس الذكر حب أنت ترك إلا تابته الصحيح أنه ليس بناقض الوضوء سد الصحبة وسد مبريان نعم صفة الوضوء قابك الله ويسقاته ينوي بقلبه قلبي يقول مرك يوني ثم يسمي يقول بسم الله كدي بسم الله يقول أرانا ثم يستحب له أن يغسل الكفين وحلصني لبضع يعني على علين ودقه ويغسل الكفين وجوبا ثلاث مرات إذا استيقظ من نوم الليل هدي وروحها بينك ودكس وقعه لبضع كفين ودقه وواجب ثم يأخذ ماء بكفه اليمنى كدب نبياء يقول عندي يعني كفك سميدية قاضية ثم يدخل الماء في فيه أفقى أيوب به قشنيا ويسحب الماء بمنخريه وحكدبنا قصي سعسين يا لبذي سسندرير ثم يدير الماء في فيه ويخرجه أفقى أيوب به سأقوري شنيا وصوصاريا ثم يعني يخرج شيء من الهواء من منخريه ويساعد ذلك بيده اليسرى سيدا عادة أقدرنا يسان وروح وافي في سنيا حفنا من ماء بيده اليمنى قعدت مدق بيسا وش عن تبين يا يتمضمض ويستنشق يسحب الماء بمن خرية وكل قلوقنا يا وانا قصن درسنا يا وانا سواس هاري كدب يدير الماء في فيه ثم يخرجه ثم يستنثر بأن يخرج الماء من خرية بمساعدة اليد اليسرى بيوها أو أفكار دشري وكل قلوقنا يا فكورة تنا يا وانا قصن درسنا يا كدب نقعدت مدق بكوفي في سنة يا ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا كدي بوجي ودقيا رقبض وحي كبل أبنيسا هلكا يتمو كبل أبنيا إلى هلكا قدكا هلكا نعم ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض إلى لغا قارو هلكا لغاها شحمة كان اللوي قناع عزوذ ير إلى هلكا ووجي يقول نعم وما استرسل من اللحية إيو رقبض محوة هايو قدكا نعم ثم يغسل الكف اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين كدبنا قعدت بذلك برغم ذلك بلابا يا هل كانوا قصوا بلابا إلى وكقاروا حسوا لبا اليد اليمنى ثم اليسرى مركوا هريوا قعدت بذلك كدبنا وقعدت بذلك ثم يمسح الرأس كدب مدح ومسح يا يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى وحكب الأبياء فودة ألكن وكب الأبياء إلى وقذاك دار هذنا وسعلني ثم يدخل سباحتين في صباخي أذني لبذا فر مردسو أيو لذا قلنا يا ويمسح بالإبهام ظاهرهما سولشة الكارو وحكومة صحية دجها دبر خوضة نعم ثم بعد هذا يغسل الرجل اليمنى مع المرفقين كذبنا وحرقة يا لوك تمدي إلى لجارو هو هايو ويخلل ويخلل أصابع الرجل بخنصره. فرها لقيه سنة فريرد نساق قلنا يا لحظة فرها نعم. لحظة. اليمنى ثم اليسرى. مدكتا كدبنا بدحذا. ثم يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كدب أخني دعاء النبي كسرنات عليه الصلاة والسلام. نعيد مرة أخرى. مر كلامك علينا. ينوي بقلبه. قلبي ومكر كني يسنى يا. يسمي. إلهي بمقعابه يا سبحانه. يستحب له غسل الكفين. وحلصنا إنه مرخو لبضع قام الدقه يتمضمض يستنشق يستنثر واللغلغنا يا ودانسنا يا وفيف سنة يا يغسل الوجه وجهه الدقه يا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع المرفقين كدبنا قعان تميدك تنبذح يدو حسين للقبه ثم يمسح الرأس مع الأذنين مضح ومسح يدو لقه للقبه ثم يغسل الرجلين مع الكعبين كدبنا لغه أيو الدقه يا إلى الأذكار أنقو يدا نعم صفة التيمم قابك الله قبل قبيسته ينوي بقلبه قلبه كان يوني ثم يسمي يقول بسم الله بسم الله وروح ورانا يا ثم يضرب بباطن الكفين على الأرض كدبنا لبديس على عرض الروح وصاوه قراعيا سواء كانت الأرض من تراب وحاسما قلك إنه هي عيدة أو طين أما إنه يتهي الروابع أو رمل أما إنه يهي بضاء يدقاء يعني إن مع شيء من الماء أو صخر أو حصى رمل أما بعادك أما دقح صخر إيش أما دقح أما محوة هايو أما ميل سبسبة إذا ينوي بقلبه قلبه كان يوني يسمي إلهي ومقعابة يضرب ضربة واحدة بباطن الكفين هل مربو قعميسا ودفن يدلك ثم يمسح الوجه
وجهك كما صحيا وظاهر الكف اليمنى اي غعنت ميديق حقيدا ميشن ظاهرك وظاهر الكف اليسرى اي بدخدا دبركيده نعم ينوي بقلبه قلبي وكنيونيا يسمي الله مقعابيا يضرب ضربه واحده على الارض هل مربوك صاوبه الفريا ثم الوجه وظاهر اليمنى وظاهر الكف اليسرى وحكومه صحيا وجهك غعنت دبركيده وكف دبركيسا يو ميد بدخي ميد بدخ لبدوا صفه الاغتسال قابل لو قبيستو الاغتسال على صفتين لبا قابل لو قبيستا صفه مستحبه كامله وصفه مجزئه قيبنا وقيب وصنع دميستران اه قيبنا وقيب كاغوديا قبيسكا نعم الصفه المجزئه قيبت قبيسكا كاغوديسا ينوي بقلبه قلبي روحه كان يونيا يسمي إلهي ومقعبيا ويعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة شركي سودم بيها وذا قارسين إياه إلا تمها هوستوضا وقبيها قارسيو بيها تمها بدنا مكوير مع المضمضة والاستنشاق يدو أي لصع عطو لغلق شيء سندارسي ينوي بقلبه وأن يوني مركورة يسمي بسم الله بأورانيا يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة دمان شركيسا محوها يوبيها كوضا عميميا وتماها السلك وذا نبيه وقرسينيا مع المضمضة والاستنشاق يضع إلى صعوطة إلا صندار صلى الله عليه بعد هذا انت لا يحتاج إلى وضوء يخرج بهذا الاغتسال ويصلي انت كذب وحوي سقاط روحه ومبهنا وصبح وتكنيا النوع الثاني من الاغتسال اغتسال كامل مستحب هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم نوع اللبات اي قبيسكا وقبيس دميستيران او وليبا سنوتا وانا قاب نبي محمد قبيس عليه الصلاه والسلام يغسل الفرجين القبل والدبر مركو روح ميديا لا يعني هوريا قدال ينوي بقلبه قلبك كان يونيا يسمي الله مقعابيا يغسل الكفين لبدا على علبو دقيا يتمضمض يستنشق ويستنثر ولغلغنيا وسندرسنيا وفيفسنيا يغسل الوجه وجهه ميريا ثم اليد اليمنى مع المرفقين قعنت مدق الى حصول الله قارو ثم اليسرى مع المرفقين بدحنا الى حصول الله ثم يغسل الراس يروي بالماء مع الاذنين مدح ايو اد ودقيا يدو دغو الى سودان ثم يغسل الشق الايمن كاملا ثم الشق الايسر كاملا دينا عو مدق بمركو دقيا يدو دميسرن هدر دنكا بدح ثم يغسل رجلين لغو دقيا مره اخرى مر لبعض يغسل الفرجين القبل والدبر وحمر كره دقيا فرجك ايو حق الدنبه ينوي بقلبه واني قلبه كان يونيا يسمي بسم الله بورنيا يتمضم يغسل الكفين لبدا على علب دقيا يتمضم يستنشق يستنثر لغلق شو سنداس شو فيفس شو يغسل الوجه وجهه ميريا ثم اليد اليمنى قعنت ميد بو دقيا ثم اليسرى بدح بو دقيا ثم يغسل الراس يروي بالماء مع الاذنين مدح اد دقيا بيهنا كبوخينيا الى دغهنا وا ايغنا دقيا ثم الشق الايمن كاملا ثم الشق الايسر دنكا ميدق يا دنكا بيدحنا ولا ميريا ثم يغسل الرجلين مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى كدبنا لبد الوضوء دقيا ميد ميدق يا ميد بيدح ويخرج بهذا يصلي لا يحتاج الى ان يتوضا سدا سو كصبح يا ويسقادنا ما بهنا نعم عندنا آداب قضاء الحاجة يعني آداب دخول دورات المياه هذا وحا الشيخ كو رمي دونا قابك مسقولها لو آداب مسقولها لو قالوا الأصل أن الإنسان لابد له من ستر العورة وحقفك لقى مرمان أيوة تهي إن عورديس وأستره فإن كان يدخل في هذه الحمامات المبنية الحمد لله يدخل داخل لا يرى أحد نعم يغلق عليه الباب مسقولها هدى ينور لسن مغالوين خلص نروح مركب وقالوا لب ما لعدنا ما أركيسه وإذا كان في الصحراء مثلا يبحث عن شيء يستر من عين الناس جدار أو شجرة أو سيارة مثلا هذه أميل بنان تشوقه أو يعني بنان أي تهي وإنه الرأس هذا وحو يسكو أستره جيد أما إنه شيء يسكو أستره مركز على الغرباء وإن لم يجد يبعد يكون بعيد هدان تشيني وحو يسكو أستره وفقاني يقفكي نعم لا يأتي الحاجة البول الغائط في مكان يؤذي فيه الناس
كما صحرون أيو كما رحاج قدون أيو ميل دادك وكل بيو ولو كان كفار أو أهل بدع حتى هالنقضان قال أم أهل بدع هالنقضان فلا يمكن أن يأتي الحاجة في الطريق وضدك ما صحرون كرو في المساجد مساجد قديه هذا في أماكن جلوس الناس أو انتظار الناس مثلا انتظروا مثلا الباص الباصات نعم إن ميلها دتك أي فريستان أما حتى يجواريد كسر السجدة وكله أو في أماكن يستظل فيها الناس أما ميلها دتك أي هرسدان تحت الأشجار المثمرة جذها مرها مرها له ومرها لقاؤنا في هوس توضا لا يبول في الماء الراكد الواقف الذي لا يجري بيفضي كم كاتيو نعم أيضا يختار مكان ل أداء الحاجة لا يكون صلب لأنه لو كان صلب يرتد الرشاش عليه وإنه مشى وكوحا جوغدين أودور تميل أي صورة قلت هاي إنان كادي دي آني دي بغسو اللابن يعني ميل قللان أو دي كادي دي حسيب سبا وكالي أي كادي دي بغسو اللابن إيسو وإن لم يجد إلا مكان صلب يدنو من الأرض حدارو هيري كرن مشى ومويه للكو آدو قدواريا يحرم عليه البول قائما إلا بشرطين قفك إنه استاكو كاتشاي وحرام وحان لبشرت كاهين يعني يصح البول قائما بالشرطين أما سيدس أتسك الله ديقو إن استاكو كاتشاي وبنان تهي لبشرت مكي وضطو أن يأمن من انكشاف العورة إنه الروح آمن كي هاي أو رديسو إني فيدنتو الله أركو ويأمن من ارتداد الرشاش عليه إيه الروح إنه آمن كي هاي إنك هذا قصو الله بطو توفرت الشرطين يصح أن يبول قائما وإلا يحرم على البول لا بد شرط هدي له لو استاغ ولو كاجرا حدا له لنا وحرام لا يدخل الى دورات المياه بشيء بالقران او كتب العلم مسقولها لما جليو وحكم اذا قرانك اما كتبت علمك وينقطع عن ذكر الله وقف وحو كاستاغ يا كغا يا سيده الله سبحانه وتعالى وينقطع كذلك عن كلام الناس لا يتكلم الا للحاجه دتك لما الله يمرك وحاج قدينيو الى ظروف انك انت مويه قبل ان يدخل يقول بسم الله انت ان غلين تخش قف خورانيه بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث دعاء معروف اتقانان اله يو وحان كامغان غل يا شيطانك كيس لفه كيس ددغا نعم ويقدم الرجل اليسرى في الدخول مركه مسخوش قال يا لغته بيدح واستعمال يا واليمنى عند الخروج ويقول غفرانك مركه وصوبح يا نمد بو كصوبح يا اسا ورنا اله ويد مدف نعم اذا انتهى من البول او الغائط مركه وروحه كدما دمادو كاده اما سحرده يجب عليه ان يطهر المكان وحواجب كؤه ان ومشى طاهريه نظيفيه اما باستعمال الماء وهذا واضح بين انه بيكو اسجودو أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو القماش مثلا أو الأخشاب أما إنه استعماله رقحان استعماله أما إنه استعمال وحي بوسكو ذا قلي كرا نوما لأنك وحان استعمالنا تيششكا إيو وراقه وكلي يشترط في استعمال الحجارة والمناديل أن تكون طاهرة وحالو شردين استعمالك رقحان تا إيو تيشيذ وحالو شردين يا إني طاهريين ولابد من ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل هذا أقل شيء وحلق المان قفك هو انه استعماله يسدح دقحان اما سدح تيش وغيران نعم الا اذا كان الحجر كبير او المنديل يعني كبير يستطيع ان يمسح من هنا مره مثلا ومن هنا مره ومن هنا مره نعم هذول دوح وين هي او سدح جهابه لغا استعمالي كرو وانصحيا اما او تيش وين هي سدحنا لغا استعمالي كرو نعم فان انقطع اثر البول والغائط بثلاث أحجار بثلاثة مناديل اكتفى بالثلاثة نعم هذه النجاسة كاذبة يكون قوضو سيد حذا رقحان أم سيد حذا سي تيش وكوكف تومية وإن لم ينقطع ويحصل الطهارة للمكان يزيد الرابع الخامس السادس حتى ينقي المكان هذه أي كافين ويدو سيد حذا رقحان أم سيد حذا تيش وزياد سنية إلى مشى وكطهيري كيف يعرف الطهارة والنقاء؟ سيف روحك قرن كرائن وطاهر نقضي أما مشى أي نجاسة كقوضي يرجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غائط نجح مركو استعماله يوم مثلا كانوا قدام بيوكله وحوصو نجح يوكو أركيا
إنه سوق هذا وح رادك هذا أما الصحراء رادك هذا. فإذا حصل النقاء بعدد زوجي استحب له أن يقطع على وتر، يعني حصل النقاء ورجع المنديل جاف في المنديل السادس مثلا يزيد السابع استحبابا حتى يقطع على وتر. هذه سدح ذا قرحان أما سدح ذا تيش أي كوغوان أو معناها أي كوطاه والروح كوطاه النغضة وأوكف لله الحمد. هذه الزيادة وبهضة وتري بكوفكو يعني ترذا وتري قاعد يكوتو جنيا. يحرم عليه أن يستعمل المصاحف أوراق كتب العلم الحديث مثلا، نعم استعملها في قطع النجاسة. وحا الروح حرام كأه إنه مسقش أو استعماله إنه يسقط طهيريه مصاحف القرآن كوراقه هذا إيو كتبت أهل العلم وأي قرآن وراقها يكوبين. نعم وكذلك طعام الإنس وطعام الجن سيدا صوكا للراشين كإنسي يجيني قبا لو ما استعمالك رؤي اللي اسمه طاهرية وكذلك طعام دواب الإنس وطعام دواب الجن سيدا صوكا للراشين كنحوها هاي حولها أنقوا أن رقرنا حولها جنكوا إذا غذان بإن لو استعماله سيدا اللي اسمه طاهرية لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قفك مركب وحاج قدين هي قبلة أنا ما نقابله وما ندبر شهدين أيو نعم أيضا أقسام نأخذ أقسام إزالة النجاسة عن الثوب وحن هذا بلا بدون قيبها لغو نجاسة اللغة طهرية نركة انتبه معنا نعم إذا وقعت نجاسة على الثوب هذه النجاسة قالوا نركة نعم كيف تزيل هذه النجاسة؟ سيد أزولين كرتان نجاسة تزيل هذه النجاسة إذا كانت نجاسة مخففة يعني نجاسة سهلة الإزالة نعم وحد أزولين إذا نجاسة هضيف فضوض هاي المذي سيد المذي ذا أوكله المذي هو سائل ليس له لون كالماء يعني مذي ذو والشيء صعونية يخرج عند التفكير أو النظر أو التقبيل. ماذا ذو وحي تماذا حلق الروح ذي هولها عيارته وكبيرة في فكره؟ نجس. والنجاسة ناقض للوضوء. وشذا نواب بريسا حتى ينقطع هذا أي المذي لابد من غسل الذكر والخصيتين. سيؤق أضاء وحال الرباء نجا يعني ماذا ذا سيت حتى يغسل ايش؟ يغسل الذكر والخصيتين. إلى أوكم ميرو حبنت ترنكا يلا بدا حنين. وإذا وقع على الثوب قلنا هو نجس لابد من إزالة هذه النجاسة عن الثوب. هذي مرض مديد قادو وحلق مارمان إذا إلا دقوميشاس إيقادي. فماذا تصنع؟ إذا نزل على الثوب ترش الماء فقط رش. نعم. وحد يليس هذي مرض قادو بيوم بالغرشين يوم كليتا. نعم. إذن هنا إزالة سهلة رش فقط نعم ومد فضود لقمة ذا أما البول أو الغائط أو دم الحيض أو النفاس نعم هذه النجاسة كارثة هي أما أي سحرة هي أما ديق حيث كأوي هي إذا جاء على الثوب ترش الماء وتعصر نعم إن بيها تخش بيسا كدبنا وار متشيريسا يعني سيدي وحلو دقي عادي قاعد يعني الآن دخل هذا إلى دورة المياه هنا وجاء على ثوبه شيء من البول. بس قشوا قالي وصاب حي هذا الركي سؤالك هذه يعني قالي يأخذ المكان الذي أصاب البول يرش على الماء ويعصر ثم يخرج يصلي. ماشي وبيكش بيا وماتشير يا خدمة وقت كنية. نعم هذا ما يتعلق بإزالة النجاسة عن الثوب. أنت لو أنت لحن يدي قابك نجاسة اللغة السورية دركة. أما الكلب إذا ولغ في الإناء إذا أراد الشرب ويشرب بإخراج اللسان فماذا نصنع بالإناء؟ هذو أيجو عرب في سؤول فجليو محنكو سبعين لابد من غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب وحلق مرمان أهويلكي إن لدقة دبتشر ما
مركا وجوه رئيس عيد بالغرض قيا. يعني يضع التراب يغسل بالتراب ثم بعد هذا يغسل ست غسلات بالماء. مركا وجوه رئيس عيد السويل كي كرد قيا كدبنا سلح شيرب بيا كرد قيا. نعم دائما أكثر ما يكون من وساوس تكون في الطهارة. أنت بدن وسواسك وحك إيمان يا طهارة. نعم والشريعة جاءت لقطع الوسواس. شريعتنا وحي أتمد إن أي وسواسك جويسو. الوسواس من من؟ يا وسواسك قدعة. من الشيطان. يكيم هذا عفوا ويكيم هذا شيطانك. لماذا تطيع الشيطان ولا تطيع الرحمن؟ محاط شيطانك هو أطيع عيسى رحمنك وأطيع ويدي. أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وإياكم منهم ليس لديهم وساوس. أهل السنة والجماعة أبتدوا وساوس معها. نعم فيأتيك الشيطان بالوساوس حتى يفسد عليك العبادة. شيطانك هو إيمانيا وسواس بقول إيمانيا سئوك غفس هذه وعبادة هذا. وسئل بعض السلف سلف قال في وحل ويدي ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم. يعني لا يوجد عند اليهود والنصارى سجود سهو ليس عندهم وسواس أبدا. محاد عي أو يهودي النصارى مركي عبادي سنيان أن وسواس هو إيمانيين بمعنى يو سجود سهو ما إلها. قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخارب. وحير شيخ سمحو شيطان كفل يا قلبي سقب خربنا بابا سنة. أعمالهم كلها خراب. أعمال شغلن وبابا ماذا يصنع فيها الشيطان؟ هي فاسدة أصلا. إذا وفاسدة محوكو فليا أعمالك لأنها صالحة يريد يفسدها عليك بالوساوس. أعمال شغلن وأعمال في عنوي رب الله سبحانه وتعالى وكشيطان دوني إنه قابس هذه. فماذا تصنع؟ محاط قبل مركها تترك الوسواس. وساس كالسكتر. بعض الناس يظن أن لديه سلس بول. ذلك قاركي وحي موديان إن يكاذذك صعوته وهو ليس فيه شيء وحبا إسوه وصن قبين. يقول لا يخرج مني قطرة بول. يعني وحي لي وحا كاذذ بعد يقصب يقتمد. نقول هذا ليست ببول هذا أثر غسل الذكر بالماء. وحني كاذمة هي ورادك بيه أذكر لقضي ذكر كاغا حبنت هذا. يقول لا أنا أنتظر أحيانا في دورة المياه ربع ساعة وأحياناً أقفز وأحياناً أصنع وأصنع حتى أنزل. وحلي هاي مركان مسخوش قرو إلى 15 مينيت شلت من دقيقة مسخوش كل حشرة يا أنت بل وحان دقيا وميرة يا وذكر كيجا. من قال لك تصنع هذا؟ يا سايري كوير السماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لو أن يسير النجاسة يعفى عنها. ولماذا وحي إلى هذه الشخصة المكمل يا هاي نجاسة ير والعفية. نعم لو كانت هذه قطرة بول هذا يعفى عنها. حضيتها وحني لبيع ير والعفية. جاء رجل إلى الإمام نعم ابن عقيل رحمه الله تعالى. ابن عقيل بنيه يمد. فقال يا إمام إني أنغمس في اليم يعني يدخل بكامله في البحر أو في النهر أو في برميل من الماء. قال أنغمس في اليم ثم أخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء. وحير إمامه بيان احتيم بنيا بركتها النقطة بدها النقطة وبي بيان احتيم بنيا وأن صباح يا حدنا وحندريمي شركة جميلة من البيوه قارم وري. ماذا علي؟ محان سمايا. قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي. وحير وحان أركيا أذوق له ما تكره صلاة غمرها. قال ولما؟ محاد عيب يجي. لماذا لا أصلي؟ محانو تكن واي. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. مجنون. وحير نبي محمد عليه الصلاة والسلام سدح قف ولا قرف يي تكليفك. نعم أنت إما أن تترك الوساوس وتكون مع الله سبحانه وتعالى أو تكون مجنون وتبقى على الوسواس. ماذا تختار؟ إناد لبحة رب ضد حيسا إناد وسواس ككتكتت وربي بعزة سبحانه وتعالى أما إناد نقطة الروح والم حاسة مني. نعم يكبر الآن للصلاة وحنكسر بحنا الطهارة دي هذا الصلاة دو استغياء وتكبير سنية ثم يأتي الوساوس هل هو متوضئ أم لا؟
شيطان بمركي ومن وحريه ورنيه هو ويسقبتي لو خرج من الصلاة آثم حضيه الصلاة وكبح الروح وادن بابيا توضأ وبعد الوضوء خرج من الوضوء وشك هل مسح الرأس أو لا لو رجع وتوضأ فهو آثم وسوي سقاتي مسايد كويمي مثلا شيطان بوحكي ورنيه ومضح ما أذن ميرين هدول لارت أو أطيعوا أدن بابيا إذا جاء الشك جاءت الوساوس بعد انتهاء العبادة لا ترجع إلى الوساوس إطلاقا مركا هاد عبادي ستود عبادي قدتو حدات هدو شكي كوي مادو وركا هدقي سن ساقو صعو نعم إذا نأخذ الآن أسباب سجود السهو وحين هاد قد قلي دونا أسباب تكينيسا سجود السهو أسباب سجود السهو ثلاثة سدح السواب باكينتا زيادة صلاة ويني زيادة قشو نقص صلاة ويني نقصان قشو شك أمين وشك يمادو إذا هذه أسباب سجود السهو يزيد سد حدا شيء كينا أسباب سجود السهو أو نقص زيادة إيه النقص أو شك أما شكي الزيادة إذا كانت عن سهو مجرد ما تيقن أنه قد زاد يقطع هذه الزيادة لابد قفك هدي ومكشك يقول مجرد شك أي تهيت إنه وحن زيادة يعني زيادية صلاة ديسة الرنكاس يعني واشريا أو ميلي قام للركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا ركعة ركعة شنات بصلاة دوكو إستاذ قفك وعندما قام تيقن أنه في الخامسة مجرد ما يتيقن لابد أن يجلس ركعة شنات بو إستاذ صلاة الظهر حدي وتاء يقينيي مركب واشريا وصول لابنيا نعم النقص نوع الله بعض ونقص نقصان فإذا ترك ركن من أركان الصلاة الصلاة باطل هذه الروح وقد تغطيك مثل الصلاة صلاة سوى باطل حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن إلى أوفقنا أولي ما دو كدبنا أركانتك الأولي ما دو يعني في الركعة الثالثة تيقن أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن يصغر رد عدس الدحات تابن باوح الحصوصتي إن أنا فاتح هذا أخيين رد عدي اللباب وحا واجب كوا ركن قايل سعلي فماذا يصنع عصمين يا يرجع الى الاولى ولا بد تيهر ركن قنيا يقرا الفاتحه ويتم الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه نعم ركعتي بكون قنيا وسو اخرين يا فاتحه هذه يدو تكن مركاسو كوي كلا دمهستريا اذا كان النقص والترك للأركان الصلاة باطلة حتى أتي بالركن وبما بعد الركن هذه وحل لقيتها أي تهي ركن كم إذا أركان الصلاة وحا خصب إنه أركان تأكلتها وسوع عليه وإلا صلاة وباطل نعم وإذا كان الترك للواجبات هذه وحل لقيتها أي تهي واجبات كي حالي عن صومرني سهوا سهوهان وقتها فالصلاة صحيحة صلاة ويسجد للسهو صلاة سوى صحيح وسجود يسجد للسهو نعم طيب القسم الثالث الشك كيف يصدح هذا الشك الشك عندنا ينقسم الى قسمين في كل العبادات انا اكثر هذا الشك يقول لبقى يبدو قسم عبادات كوردن ان ياتي الشك بعد الفراغ والانتهاء من العباده شك انه يماد الروح مره وكفر عباده ودن هذا لا يلتفت اليه اطلاقا وحكى سوقات ملعكاس شك بعد الوضوء لا يلتفت اليه ويسغل تدب الشكيي وحباك سوقادل شك بعد التسليم من الصلاة لا التفت إليه صلاة دمر قبع الشكيي وحباك سوقادل شك بعد الطواف عندما خرج من الطواف شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط لا التفت إليه مركب وطواف وقود ماذا الشكيي وحباك سوقادل كبر ثم شك هل هو متوضئ أو لا لا التفت إليه صلاة وحدي وشكيي وحباك سوقادل إذن كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا التفت إليه شك والبؤمان يا عبادات تداش وضع دنها كقليل لكن لو تيقن 100% هذا الشيخ الآن قال أنا 100% صليت الفجر بغير وضوء هنا يعيد الصلاة هذه الروح يسوي يقين سنه بقول كي بقول إنه الصلاة دي صبح تكذي ويسلاان صلاة وسعيلنا مقيدة إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه إطلاقا لكن هذه الروح أي شك وانتهي هذا عبادة يستي وحبها كسو وقد أنا سعيلين قد يقول قائل قد تكون صلاتي باطلة نقول أنت تأثم لو أعدت الصلاة قبل وحي ورني الصلاة دي هو باطل أنا أقول لنا مرك ورني هذا الدنبابي هذا سعيل اسمر لباطل نعم إذن هذا الشك بعد الفراغ من العبادة لا التفت إليه شك يقول نوع سوكلة سوقات ما لها إذا كان الشك داخل العبادة
هذه هو الشك ويمادو عبادة جذه هذا كويمادو. ننظر. وإيجينا. إذا كان هذا الشخص كثير الشكوك يقول دائما أسجد للسهو في كل صلاة. هذه الروح والشك بدنيه مر والباء وزاء وسأول أي منيه. نقول أنت موسوس. وحتى يقف وساس بدن بعطهاي. لا تلتفت لهذا الشك. شك يجناه كلام واحد بدنه كجلين. وليس عليك سجود سهو. سجود سهو لوجو مرها. وتكون دائما فعلت هذه الأشياء التي شككت فيها. وتكون إيش؟ يعني الآن دائما يشك هل يصلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ نقول له دائما أربع ركعات لديك. أوكي هذه مر بما دام عشان كسنت هاي وذا سدح مس أفر مياه مر بإني أفر تاو قاضو. لأنه موسوس. محايل وسوس لو بطاي. نعم. الثاني قليل الشكوك يعني نادر ما يسجد لسجود السهو نادر ما يحصل له شك. قفكني قفك اللباد وقفك الشكيس ويريهاي. فهذا نقول لابد أن ترجح. كان وحلاهنا هاي وحلاقة مرمنا إن رجح ذوق كلا بدي سو شكيجا. فشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ وحوكو شكيجي ما واحد تكتي سدح مس أفرد تكتي. أيهما ترجح؟ كيف ترجح يسا؟ قال أربع ركعات نقول اجعلها أربع ركعات وتسجد للسهو. ما دام هو شكيجي سويرا وحلاهنا هاي أفر محو هايو رجح. قال أرجح أن ثلاث ركعات لا أربع ركعات. رأيه؟ يرجح أنها ثلاث ركعات لا أربع ركعات. عفواً يعني وحور رجح يرجح ثلاث ركعات أو. الثاني هذا حالة ثانية. الحالة الأولى رجح أن أربع ركعات أجعلها أربع ركعات. صحيح. وأسجد للسهو. صحيح. الآن الحالة الثانية يرجح أنها ثلاث ركعات لا أربع ركعات يجعلها ثلاث ركعات وأتي بالرابع وأسجد للسهو. مد الله بعضه وحوكشك يسدح من مسافر وحلينا هاي سدح رجح مد أفراد الله يمو. نعم. وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. حدان أبتي سو حبا أن أكل بدنين وحأغير بصلاة كل سيا أو يقيسين هاي مرة أخرى. مرة بعد. الزيادة متى تيقر أنه زاد يقطع الزيادة. زيادة الروح مركو يقينيو إن سلادي سو أي زيادة الشيء زيادة وشرية وسعلية. أما النقص. أما حق النقصانك إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن هذا النقص يقول تيرش الصلاة دا قفك سيوحا لك مارمانا إنه تيرك سعري وإلى سيدس وباطل وإذا كان النقص للواجب فالصلاة صحيحة إذا كان عن سهو هذا النقص يقول واجباتك الصلاة دا صلاة دي سواصح وحانك بياس الزهو نعم الشك شكك الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه وحانون الشك وهدو يمادو مرك عبادة كفار غضيط وحصو قد ملع الشك داخل العبادة الشك يقول دعي عبادة قده هذا كثير الشكوك لا التفت إليه قفك الشك فراها بدن دن يستنكق لمسواسك الشك قاسي قليل الشكوك نينك الشك يسو يري هنا يبني على ما ترجح وحو كل سياحة بمشى ويسوي حوجيو لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل حتى نكتس وحبه وحوق لبدر يعني سدح مع أفر عن حوق وهين شكاً أغير بصلاة كل سياح ويسجد للسهو وحو الله إيمان أسجد الزهو الله إيمان يصح أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام إنه قبل السلام سجود اللي يماد أما بعد السلام لبضوع صحية يكبر وتكبير سن يسجد وسجود يا يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت اللي يغني وأخونا سبحانه الأعلى ثم يكبر ويجلس حدنا وصفنا وفرسنا يا يقول رب اغفر لي وحورني رب اغفر لي بورني ثم يكبر ويسجد حدنا وصفنا وسجد يا يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت وأخونا يا ثم يكبر ويجلس وصوك بنا وصوف فرسنا يا ثم يسلم وصلنا وصلنا يا هذا هو السجود السهو السهو قاتقنا وأنت سواه لو سهى في السهو حدي إسلا ساوي جيب لفتي ذو كسه ويو سها في سجود السهو سجود السهو لفتي ذي بكسه ويي يعني عندما جلس قال التحيات لله ثم تنبه هنا ليس تشهد نعم مركو صافر استعاد أخريها درواب مركو لا, لا شيء عليه يسلم ولا شيء عليه دب ملاه تسليم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاك الله خيرا